بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة البرلمان، أولا نطلب الله عز وجل يكملنا هذا رمضان بالخير والبركات. ثانيا نثمن عاليا موقف بلدنا عبر إدانته واستنكاره لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بالقدس والمسجد الأقصى. طبعا هي مناسبة لنؤكد بأن هذا الكيان معروف بعدم وفائه الالتزامات. نشكرك السيد رئيس الحكومة أنك جيتي في الأسبوع الثاني بعد الافتتاح، كنشكرك على الموافقة ديالك وعلى اختيارك لهذا الموضوع. صدمات هذه التحولات والتقلبات الدولية السيد رئيس الحكومة، إما لبسط النفوذ لمناطق الإنتاج ومنابع الثروة أو الصراعات العسكرية أو بسبب جائحة كورونا، طبيعي أن تحدث صدمات في الأسعار، في النفط وفي الطاقة وفي المواد الغذائية والمواد الأولية. لكن احنا المفروض هو هل نستثمر المتاح لإنعاش الاقتصاد خدمة للشعب؟ خطاب بجلالة الملك اللي أكدتم عليه فيما يتعلق بإحداث منظومة متكاملة لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، هذا كنسولكم عليه لأن باقي ما جانا حتى شي إجراء. أنا غنتكلم بجوج الحوايج، الأمن الطاقي والأمن الغذائي. فيما يتعلق بالأمن الطاقي أثير الموضوع ديال المحروقات، وطبعا بكثير من المحروقات هناك السيد رئيس الحكومة نعتبر بأن هناك ارتفاع ديال الأسعار غير مبرر، وهناك ربح جشع لقطاع ديال المحروقات. حنا مش حنا اللي قلنا بوحدتنا في المهمة الاستطلاعية، دليل أن الحكومة السابقة تكلمت على هامش ديال درهم ونص لصفقة المجلس المنافسة، بالإضافة لهامش ديال 0.6 الغازوال و 0.70 بالنسبة لليسونس، هي اللي قالتها جوج درهم. أكثر من ذلك كاين اعترافات ديال المهنيين اللي مشات لمجلس المنافسه، فماشي حنا الاول كنقولوا. ثم غير دابا حنا بقاو غير مع التصريح ديال السيده الوزيره، كتقول لك ملي يكون 100 دولار خصو يتباع ب 11 درهم فاصله، ملي يكون 120 دولار خصو يتباع ب 12 فاصله، هذا راه في التقرير اللي قدمته غير نهار 14، ماشي حنا. شحال كيتباع الان؟ اليوم مع الدرا داير الغازوال داير 111، شحال كنشريوها؟ راه ب 14. فلذلك هذا الهامش فسروا لنا، فسروا للمغاربه. فإذا هذا الهامش سواء 17 ولا 35 ولا 43 ولا 45 باقيين تروح لحد الساعة. والدليل تصريح ديال 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 جوج الأمراء العامين اللي قالوا بالتسقيف، قالوا بالتسقيف لأنه 300% ديال الهامش ديال الربح اللي خداوه هاد الشركة أمين عام اللي معاكم في الحكومة. واحد آخر كيتكلم على أنكم خصكم ترجعوا 17 مليار وأنها دارت جهود. ها رمضان هذا بعدا بالمناسبة ما كاين لا جهود لا والو، ما كاين لا قفاد رمضان ولا تشحال، وكنتسائلوا هذه ارتفاع المحروقات عنده تأثير بالتأكيد رئيس الحكومة. السيدات والسادة النواب، الله يجازيك. السيدات والسادة النواب، الله يخليك. السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب، سيدات والسادة النواب، من فضلكم الله يجازيكم. تفضل سيد نائب سيد نائب الله يخليك. لا راه الوقت، انا مع السيد الرئيس، لا خلي نستمر. الله يخليكم، تفضل السيد نائب. السيد الرئيس تفضل. السيد الرئيس، هذا ارتفاع ديال اثمان المحروقات عنده تاثير على النقل، على كلفه الانتاج، على الخدمات، وعلى التضخم اللي وصل 4.7%، وعلى البطاله، وعلى الجرائم. سرقه النسبه ديالها فهاد 4 شهور ارتفعت، وسول الوزير هذا. مع الطبيعي جدا ان قيمه الاجور تنخفض، القدره الشرائيه الاسي بي كيتكلم على انها 30% انخفضت. إذا نحن بالمقارنة نحن الأعلى في الأثمنة ديال المحروقات اللي خديتو عدد من الدول، حنا جبنا 17 دولة اللي حنا بما فيها الصين. المطلوب هو إجراءات السيد رئيس الحكومة، إجراءات اللي دارتها بعض الدول كفر فرنسا، ألمانيا، السويد، بلجيكا، إيرلندا، هولندا، غير دعم مباشر. ما مشاتش هي كتقول أودي غادي نمشي ننقل 180 ألف مركبة وغادي نساعدهم من ما بين 1000 و7000 7000 درهم. السيد رئيس الحكومة هادو غيستافدوا منهم الشركات الكبرى أصحاب المأذونيات، وغادي يستافدوا منهم كذلك الناس اللي هما
اللي هما ما محتاجينش، في حين ان هذاك مول التريبورتور مول الموتور مول الهوندا ومول هذاك الموظف بسيط الموظف المتوسط ما غاديش يستافد. نعطيك مثال، مول الطاكسي السيد رئيس الحكومه كتعطيه 2200 درهم في التنقل، في 100 درهم عنده خساره ديال 30 درهم بالمقارنه، وكتعطيوها دابا 6 دراهم، اش غايدير بها؟ لذلك نحن في حاجه السيد رئيس الحكومه الى اولا اجراءات كبيره وملموسه. اولا المسؤوليه السياسيه لمحاربه الريع وتضرب المصالح واطراء غير المشروع، استجماع وتعبئه شروط تحرير قانونيا ومؤسساتيا، كل شيء تكلم على انه هذاك التحرير لم يكن كاملا. اليوم كندعوكم الى استكماله، علاش؟ لان هذا القطاع ديال المحروقات مغلق شبه احتكاري، واحد عنده 43، ثلاثه عندهم 55، وخمسه عندهم 71%. هذه يعني مسدود من 2011 حتى 2019، شركه وحده اللي ضافت، فاذا هذا مغلوق.